مساء الخير جميعا، واهلا بيكم في 90 دقيقه مع معتز الدمرداش. هبدا النهارده الحقيقه من اسكندريه. مصر صحيت على خبر صادم الحقيقه. الرقابه الاداريه القت القبض على سعاد الخولي نائبه محافظ الاسكندريه، ده كان داخل ديوان عام المحافظه، لاتهامها بالتورط في عدة وقائع فساد بتشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح. الغريب الحقيقة أن الدكتورة سعاد الخولي كان بيتم الترويج ليها لتكون محافظ اسكندرية، وكان كمان بيتقال عليها كلام كتير أنها هي اللي هترجع حق المواطن السكندري، وأنها يعني مرأة حديدية وست بمئة راجل. طبعا تحيات النيابة وجلسات المحكمة هي اللي هتحدد كل شيء كالعادة، واحنا هنتابع اكيد هذا الملف النهارده. تعالوا نناقش الموضوع بما هو متاح امامنا من معلومات، وهنتظر مداخلات الساده المشاهدين على الارقام المبينه على الشاشه، وربما نطرح سؤال قبل ما يعني يستكمل التحقيق في هذا الملف ويحصل. يعني النيابه هي طبعا اللي هتقرر اذا كان هيبقى فيه قرار احاله ولا هيبقى في براءة، الله أعلم. إنما يعني نسمع آرائكم فيما يتعلق بمسألة يعني تورط الموظف العام في مسألة تلقي رشاوى بشكل من الأشكال. هبدأ دلوقتي للمزيد من التفاصيل، إيه اللي حصل وإزاي حصلت عملية مداهمة ديوان محافظة اسكندرية النهاردة والقبض على يعني المتهمة. أستاذ نبيل أبو شال مدير مكتب المصري اليوم في اسكندرية، برحب بيك طبعا. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء الخير أستاذ المصري، أهلا بيك طبعا. أكيد أكيد أنتوا في اسكندرية، يعني أكيد هو ده يعني الموضوع الرئيسي اللي الكل بيتكلم عليه النهاردة. عايزين نعرف منك الموضوع حصل إزاي ورد فعل الشارع السكندري كان إيه؟ الحقيقه نبدا من رد الفعل. رد الفعل يا صدمه، محدش كان متصور، لان زي ما حضرتك كنت قلت في الاول انها كانت بتعد انها تكون محافظ. كل مره كان بيغادر فيها الاسكندريه محافظ كانت دايما الترشيحات بتصب ناحيتها انها ممكن هي تتولى المنصب او كانت بتتولى مؤقتا لتسيير الاعمال. الحقيقه اللي هي جت مكتبها الصبح عادي، ما كانش حد حاسس بحاجه، كانت في مكتبها، ثم توجهت للاجتماع مع السيد المحافظ والتنفيذيين في اسكندريه، اجتماع اسمه مواجهه الكوارث والازمات. ده مخصوص عشان بيستعدوا طبعا لموسم الشتاء وجميع الكوارث اللي ممكن تتعرض بيها لاسكندريه، الاستعدادات ازاي. بيكون حاضر في الاجتماع جميع وكلاء الوزاره، التعليم والصحه وقاضي المنطقه الشماليه ومدير الامن. قبل ما يبتدي الاجتماع حضر رئيس هيئه الرقابه الاداريه في اسكندريه ومعاه من 13 ل 15 ضابط، تحدث مع السيد المحافظ وخارج القاعه بتاعت الاجتماعات. رجع السيد المحافظ، كان طبعا صاحب المحافظ لقاعه او مكتب سكرتير عام المحافظه، ابلغه اكيد بضروره القبض عليها بصدور امر من النائب العام بالقبض عليها بعد التحريات اللي هو اصدر بعد الضبط والاحضار. تم خروجها، استحبها من القاعه ونزل على السلم، نزلوا بيها على السلم، كانت بتضحك يعني، ما كانتش مهتمه او بتحاول ان هي تبدي للناس ان هي ما فيش حاجه يعني. لكن طبعا اكيد كان الوضع داخلها مختلف تماما، واصطحبها والناس كانت في ذهول كلها، لان ما كانش حد عارف اي حاجه ولا كان في بوادر ولا اشياء مسبقه تقول ان ممكن يتقبض عليها. وخاصه ان كان البيان صدر كمان بتاع الرقابه الاداريه، يمكن صدور البيان اثناء القبض عليها او كان معد سلف. ايه اهم التهم اللي بتواجهها؟ اهم التهم هي اساسا من ايام المحافظ الاسبق اللي هو محمد عبد الصاهر، مهندس محمد عبد الظاهر، كان في ملفات كتير. فكانت هي كان في حاله اشتباك من ايام المحافظ المسيري، كان دايما بيحصل ان هي بتدي تصريحات وبيحصل بعد كده اشتباك مع كل محافظ موجود. لما جه المحافظ محمد عبد الظاهر قال لا، يعني اوكل لها بعض الملفات اللي هي تقدر بقى ايه تبقى مسؤوله عنها. منها اهم ملفين، ملف اللي بتعاني منه اسكندريه البناء المخالف، والملف الثاني اللي هو الاراضي الدوله.
طبعا اللي كان فيما بعد بقى اللي هو مؤخرا من فتره بسيطه جدا ابتدت الدوله تتنبأ له، لكن المهندس العام عبد الظاهر كان اوكل اليها بالملف بتاعت الاراضي المستولى عليها من قبل رجال اعمال او غيره، وكان من ضمن اكبر قطعه ارض مستولي عليها واثمن قطعه ارض في اسكندريه هي الداون تاون. الداون تاون مساحه كبيره جدا بابخس الاثمان مستخدم من المحافظه، وكان المفروض فيه غرامات بتدفع الغرامات بمئات الملايين. من الملف من التهم اللي موجوده فيها ناس اصحاب قاعات في الداون تاون من ضمن المتهمين معاها، دول طبعا كان عليهم غرامات كتيره جدا، واضح ان هي طبعا تغاضت عنها ومما اضاع على الدوله مئات الملايين. ايضا بيقال ان هم رجال اعمال المتهمين معاها يعني واللي سهلت ليهم الاستيلاء على المال العام خمسه، انا بقول لحضرتك ان ممكن يوصلوا لحوالي من 9 لـ13 رجل اعمال. لم يتم الكشف عن اسمائهم، تداولت بعض الاسماء، وطبعا هتتداول اسماء كتير، كل واحد متضايق من رجل اعمال هيزج باسمه بخبر، لكن دعونا ننتظر حتى تعلن الاسماء صراحه. كويس جدا كويس جدا. طيب معلومات مهمه جدا، هل تواجه الدكتوره سعاد الخولي تهم بالرشوة والتربح وتلقي زي ما أنا قريت من واقع الأوراق الرسمية النهاردة عطايا أو هدايا نظير تسهيل أعمال بالمخالفة للقانون؟ بالتأكيد يا أستاذ معتز، وحسب البيان الرقابة الإدارية قال كده إن في بعض المساخ والأموال السائلة. الاول البيان الاولاني اللي حضرتك طلعته كان بيتكلم على 5 مليون، البيان الثاني رفعهم وضعفهم ل 10 مليون، ويعني هي في نقطه برضه 10 مليون يعني 10 مليون مال عام مهدر يعني من اموال الدوله. لا مش مال عام، لا مجموعه ما تحصلت عليه 10 مليون ده وفقا لما جاء في البيان يا محمد. تمام. طيب في اي معلومات جديده حصلت؟ في ما فيش معلومات جديده، انا تلقيت معلومات لما حد يعني صديق في وزاره الزراعه قال لي انت يعني مش عارف ان هي الست دي اول، طبعا احنا بنقول معلومات موجوده وموثقه، قبل ما تمسك نائب محافظ البحر الاحمر كانت موقوفه لمخالفات في الطب البيطري، كان موقوفه والناس نفسهم بتوع الطب البيطري فوجئوا بان هي بترقى لما تطلع لمنصب نائب محافظ في البحر الاحمر، كانت مفاجاه بالنسبه لهم. وهي كانت دكتوره بيطريه لو انا مش غلطان. هي بيطريه. طبعا دكتوره بيطريه. دكتوره بيطريه. على كل حال هي يعني متحفظ عليها في الوقت الحالي واحنا بنتكلم مع بعض، ويتم التحقيق معاها ومواجهتها بكل هذه التهم. تمام. في القاهرة كل التحيات تم نقلها للقاهرة، المحامي العام الأول نيابات أمن الدولة العليا هو اللي بيبشر التحيات معه. تمام. على كل حال هنرجع لك وبشكرك جدا على هذه المعلومات، الأستاذ نبيل أبو شال مدير مكتب المصري اليوم في الإسكندرية، لمزيد من يعني التحليل حول مسألة مجابهة الفساد ومسألة الموظف العام اللي ممكن يكون يعني متورط في عمليات رشوة وتلقي يعني نقول ايه تربح وتلقي بيسموها عطايا وهدايا مقابل يعني تسهيل اعمال لبعض رجال الاعمال بالمخالفة للقانون. اصل تسهيل الاعمال ده ممكن يبقى يعني في اطار شرعي وفي اطار قانوني، وده طبعا ما عليهوش جدال، انما هو الجدال ان هو يبقى فيه خروج عن يعني النص وعدم الالتزام بالإطار القانوني نظير تلقي رشاوة، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي.